مالك جمعة وحلية هاي فضائل ديرادة من أها إنو كولمت أهادو مال مهكالي وإنو قفكو يقانا مالك فضلق أولية هاي ديراد كأ أشياء السنة أهنا كتلق لا إنو كفا إذا استو إنتو كجارو كأول ومال إلهي السيي أمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحانا كل ما يؤسيغي يهودي النصارى وحن نبي بيري عليه الصلاة والسلام أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا إلهي وحو كلمي يجمع هذا وخير كذا يفضل كذا كلمي يؤسيجي كوين قوري فكان لليهود يوم السبت وكان للنصارى يوم الأحد يهود وحي كدقين أوقاتين ما لنت سبتك إنه وها تأسبوع عيديس نصاردنا ما لنت أحد إنه أسبوع مالك نستان وعيدا وها فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة إلهي بأينا كان الدنيا دا مركزو إلهي وحي نقوحنوني أمديه نقوحري مالك أي ساقين وفضل قبضنا أو جمعة أها أي إلهي نسي مركز النبي بيري عليه الصلاة والسلام فجعل الجمعة والسبت والأحد ما المها إلهي وحكني جاي من ظهر الجمعة سبت جو كذب بيا أحد أو كسي دميس وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة سيدا مالن كانوا وظهر يا مال مهودا أي عيد دواء أي وظهر رينا أي تبع نوجيهين مالن تقيامها أنو أنا وظهرنا نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أنقو وحانا هاي كوا الدون كذتك تشوغة وقضم بيا الدنيا ذتك وقضم بيا وأمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي ذا أي أمدها وقضم بيس إسلام مركز وحانا هاي كوا وقهر يا قيامها ذتك المقضي لهم قبل الخلائق ee waxa weeyaan ayaga hawshooda la dhameynayo oo la kala xukumaayo inta ay ummadaha kale horan yihiin oo aan la taaban ayaa ummada Nabi Muhammad ugu horeeyaan xagga qadaayagooda iyo kala saaridooda ummada Nabi Muhammad baa ugu horeysa adduunkana abuurista ayaga ugu dambeeya ummada Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ummad kale oo naga dambeysa oo nabi kale loo soo saaraya ma ay jirto waxa la wixii adduunka yibaada وأمد النبي عليه الصلاة والسلام مالك إسقى ومالك قرحي صوب أحد مالك وفضل قبضه وحن النبي عليه الصلاة والسلام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة مالك قرحي صوب على طه وحأقوين أقو خير بضن مالك جمعة يا أقو خير بضن فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ومالك آدم لأبوري مالك جمعة ومالك جنة لجليي آدم عليه السلام ومالك لجسوس صار نبي عليه الصلاة والسلام وحكر أحاديثك لكل شيء إنه مالك الجمعة ويهي فيه قبل مالك آدم أودنتين وحوها مال الجمعة أيها وفيه النفخة وفيه الصعقة مال تبونك قيامها الأفوفية وحكم بيجيها مال الجمعة صعق يصوحي دا عيسانا صعق ونوحي كوب بيغن يهي مال الجمعة أي كوب بيغن يهي مال كان سداس أي أقيم بدنيا إلهي بأي نوغد لكي عيد نبي قوحي عليه الصلاة والسلام إن هذا اليوم عيد جعله الله للمسلمين مال كان ومال عيد إلهي أويالي ضدك مسلمين تأويالي عيد دان وحال إلى عيد الصغرى عيد يريدوي لبدا عيدود او كلنا وعيد دي ويني عيد سونكا كدبايس عيد الفطر يا عيد كدبايس وحا ويان مالنت حجك وين لغدنيا اه عيد الاضحى صدح لا عيدود عيد افريسه اما شنايسه اسلام ككم سغنا من لا اوغلا ان وحا ويان مسلمين تو ايغو اي سميستان مالن عيد اه او اي جديستان ذنبنا وي حرامنا وي عيد اللي أقول يها إسلام كدحديسة ومدة أسمان تأيون تشوفنا عيد يرأى هي اللي بدأ كلوية ما لين كان إسقى وحو النبي الشيخ عليه الصلاة والسلام شمعة إلى شمعة كلا قفك إن لا أرضى في الدنبية
وحن نبي ويري الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والرمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر صلاة وصلاة لها شنطة إيا جمعة إلى جمعة كلا إيا بشر رمضان رمضان كذا كلا قفك وحى الله قد رفع دم بيدي يريرا هذو كد يرى ذا كبائر مركز جمعة دان جمعة دي هراء إيا مدان انت قد حيسا وحي دم بيها أو كاد عاي أو كبائر تانا هين إيا الصغائر تا أيا إلهي كود رقا هيا سبحانه وتعالى فضائشي سمالك وحا كمد وحا كجرت الساعة إلهي قفك وحوي ديستاء وأقبلها يؤجيبها وحو النبي بيري عليه الصلاة والسلام إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه ما لنت الجمعة وحا كجرت الساعة وقت با كجرة ساعة سماءها مدى عليك كوحيرا ولحنا كالدقال لك بوضا وقت أيا كجرة لك بوضا وقت قاسي وحويان قف مسلم وإلهي بريها يا مجره ودعاء يا بريها أتاقن وإلهي توقيا ويدي سنة يا خير أما هذا من الدون أما هذا من آخر إلا إلهي وسينيا كي ويدي ستي أي إلهي سينيا سبحانه وتعالى حديثك لوحو تلمامي وحويان فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر وحكر هذه سان ساعة يا وقت قاس دعاء سبقوني الله أقبلها يوم صلاة عصر كس كبعدي وقت قا كذب بيا كرادية هل كا كرادية فضل قاس مركا مال كان وليا وحلا نحن جاي ساعة داس قيمها بدن ولو تلاجلها وحكم إذا فضى إشي سا سورة الكهف إن الأخرية نبي وحي عليه الصلاة والسلام سورة الكهف قفك أخرية لبدا جمعة أنت ولا حيسا أي أوفته وإلهي إفتين كسي يا نور سبحانه وتعالى وحاكم إذا فضائش مالك كان أولي هي وحويان يهمين كي سبع صلق النبي إلا بدي صلى الله عليه وسلم وحو النبي عليه الصلاة والسلام من أفضل أيامكم يوم الجمعة مالمه نوحا أو فضل بضن مال انت جمعة فأكثروا علي من الصلاة فإن صلاتكم معروضة علي وحاب بدي السان صلق آدقو صلنا إسان بديا والإيسو بندقيا مركز الصحابة وحيدا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا وقد آرمت سيلقو قصو بندقيا صلق آنكو صلنا إنو آدقو الله فهاقي بأي باليو بينو باب بعضي مركز النبي يري إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء إلهي وحو كحرمي للك إنو عنوه أنبياء إلهي جسد كود إنه عنه إلهي وكحرم سبحانه وتعالى حديثك كلاوح ويان فأكثر الصلاة علي إن أقص اللسان بضية ومن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة هل مرقفك أقص اللية طبعا شرع يا إلهي سبحانه وتعالى كص اللية صلق إلهي نوح ويان ثناؤه في الملأ الأعلى إلهي إنه أضون كان أمانيه وملأ السراء وكدحذو كو أمانة هيو ملائكتا مقربين تا أي إلهي كدح أمانة يا مركز صلق النبي إن لبديو هبين كذا يمال كذا بقى شيء آدي أدو قيمة بدنوي وحكم إذا فضاء الشيء ذو أي لا ذهي قفك هبين كجمعة لنتا أما مالك الجمعة الأفسده وحلول رتين يا حسن الخاتمة على مدها حسن الخاتمة اللي ويقانه قفك خاتمه وناكسب كل دنتي وحكمت إنه كل دنتي هبين جمعة إنه دنتو أما مال جمعة إنه دنتو نبي قال الشيخ عليه الصلاة والسلام فضائش مال كان أولي هي آد أفر بدية وحبون مرك قفك إنه كقفة إذا يستو وحويان قراءة قرآن كا وحصل لك النبي قال أبديو سيدوك للسنة دي وقبيسك يطيب كي يدقون كي قفك أمرسنة هي هي وقت هراء إنه يمادو إنه إلى لي آداب تمركو يمالو ضدك وسنقورتو ذكت اللعب صنن ماشى مركز وبنان وصفك وكهل وفريستو إنه كم مشغوله ذكرك إلهي سبحانه وتعالى يصلق النبي يا أخرين تقرآن كإنه كم مشغوله يا وسكدا يو شاكدا يا وحيالها كلا وحويان شو معدي سوحوني بهاي كذلك أنت خطبة صعطة
inuu qofku wax weeyaan iska joojiyo hadalka iyo falaadka waxyaalaha qaarkood ku falaadahayo ayadana waxa weeyaan mamnuuc weeye waa in aad iyo aad arrinkaa la iskaga ilaaliyaa.